مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد. سنستضيف في هذه الحلقة السيد سعيد فهري، الكاتب العام لقطاع التجارة الداخلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، وذلك من أجل مناقشة المشاكل التي يعرفها هذا القطاع في زمن كورونا. سي سعيد فهري، مرحبا بك في موقع أنفاس بريس. شكرا. أولا كنشكر الوطن الآن لاستجابه الدعاء ديالنا باش تكون رساله اخرى، لانه راسلنا عده رسائل كتابيه وصحفيه ولكن مع الاسف لحدود الان باقي حتى شي حد ما استجب، وباقي حتى شي حد ما بغى يرجع لله. قبل ما نوصلوا الرسائل السي فهري، يعني الملاحظ ان في هذا الزمن تاع الكورونا السلطات العموميه تتخذ مجموعه من القرارات، من بين هذه القرارات هو اغلاق المحلات التجاريه في واحد الساعه من الزمن. كيفاش تشوفوا هذه القرارات اللي تتخذها السلطات العموميه؟ حنا كنشوفوا هذه القرارات في حقيقه ما غاديش شي نقول مجحفه، ما نقول شيء انه ماشي قانونيه او ماشي معقوله، ولكن في هذا الزمن ديال كورونا كان خاص الناس دير شويه ديال الليونه وما تكونش هي عبء على التجار وعلى ارباب المطاعم وعلى ارباب الحانات، ولا باش تكون هي عبء واحد اخر اضافه الى كورونا. حنا في زمن كورونا خاص اللي ياخذ بيد الناس، خاص اللي ياخذ بالشغيله، ماشي حنا كنهضروا على ارباب المطاعم فقط. رب المعمل كتكون عنده واحد 40 أسرة خدامة معاه، هل يعقل أنني مجرد واحد الخلاف أو واحد الخطأ نجي ونعدم رب المطعم والرب ونعدم 40 عائلة ونشردها ونخليها في الفقر؟ كانت من بعد الدعوات اللي كانت البعض يدعو الى اضراب وطني في قطاع سيرتو قطاع المقاهي والمطاعم. بالفعل نسعى ان نعمل على هذا العمل، لانه ملي كتراسل كل جهات وكل جهات لم تستجيب فكيبقى الا عمل نضالي اللي هو مشروع وهو الاضراب والوقفات الاحتجاجيه، لانه الناس تغلبات. يعني بالنسبه لكم تفكرون في تنظيم اضراب؟ نعم نفكر، وحنا الان كنتصلوا. واش كاين شي تنسيق ما بينكم وبين باقي الجمعيات تاع كنتصلوا بجمعيات، كنتصلوا بعقاليم، كنتصلوا بمدن اخرى باش ننجحوا واحد العمل النضالي مشترك حتى نوقف هذا العمل هذا اللي هو ما عجب حتى شي حد. وشنو الوجه ديال السلبي يعني في التاثير تاع زمن الكورونا على التجاره الداخليه؟ كما تنعرفوا بان التجاره الداخليه تشغل مجموعه من الناس، تتحرك الاقتصاد الوطني، اشنو هي اهم الخسائر اللي تسجلت في التجاره الداخليه في هذا الزمن هذا؟ الخساره هي اولا الحظر الصحي واللي هو على كل حال مقبول، وحالة الطوارئ واللي حتى هي حالة مقبولة، لكن ما خممناش باش تبقى الحركة، وبالخصوص أنه اليوم حنا في الشهر ديال الشهر ربما الخامس أو الرابع، إذا ملي كنشوفوا هذه الحالة بقات معنا سنفكروا كيفاش نتعايشوا. يعني انت من دعاة التعايش مع وباء كورونا؟ باش يكون الوباء ويكون اعدام ديال التجاره، هذا شيء ما غادي يعجب حتى شي حد. لا، اشتغلوا ونتعايشوا مع هذا الوباء، وربما كون اشتغلنا وتعايشنا ما غادي نكونوا اقل ضرر، غنكونوا اقل ضرر. ولكن هناك اتجاه اخر تيقول بان يعني الصحة أولى من أي شيء، يعني ضروري كان على السلطات تأخذ الإجراءات هذه مثلا. والصحة نعم الصحة تأخذ إجراءات، غير حنا كنشوفوا أنه راه ما كتاخذهاش بعين الاعتبار، أو إلا بغيتي تقول بشي جدية أو بشي مسؤولية أو بشي حسابات معقولة.
احنا كنديروا المطاعم ما يجلسوش ثلاثة في الطابلة، ما دايرش كمامة كذا، في حين كتلقى الآن القيصرية ديال الحفاري تبارك الله راه جيش ديال البشر ديال المواطنين اللي كيلتهموا بعضياتهم وكيمشيو يشتغلوا كيمشيو يتاجروا، كنلقاو التراموي حتى هو راه مملوء عن آخره، كنلقاو الحافلات كذلك، كنلقاو لي باتيسري، كنلقاو لي كريمري. واش حنا كنشوفوا اذا انت تتفق مع الراي اللي تيقول ان في زمن الكورونا تم تشجيع القطاع الغير مهيكل على حساب القطاع المهيكل؟ نعم 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 يا اخي، حنا شجعنا القطاع الغير مهيكل على القطاع اللي عنده مردوديه، اولا شغل واحد العدد ديال العمال والعاملات لا باس به، هيا فوق 20,000 في الدار البيضاء الى بغينا نديروا الاحصاء، ما عندناش احصاء مضبوط ورسمي، ولكن غتكون 20,000. ايوا هاد 20,000 كلها اللوحه الزنقاء، اللوحه الشارع، ثم مردوديه ديال الضرائب، مردوديه ديال الجبايات. واللي تلاحظ ايضا هو انه في الدار البيضاء هو القلب النابض تاع المغرب والاقتصاد الوطني وهذا، ولكن في هذا زمن الكورونا الرواج التجاري نقص بزاف، يعني نقص 90%، رغم انه يعني داس مواسم اللي كان فيها الرواج التجاري تيعرف واحد الاوج العطاء ديالو، عيد الاضحى، رمضان. الان الحركه التجاريه نزلت بواحد الشكل فظيع، وماشي نزلت بشكل فظيع، نزلت مع حتى النفسانيه ديال الناس ولات في واحد الدوامه، في واحد الياس، في واحد اش غادي نقول لك، الناس ما بقاتش عارفه راسها فين غدا، الاغلاقات، النقص ديال الساعات، واللي كناخذوا عليه اكثر والحانات والملاهي الليليه منذ الحجر الصحي، منذ أن رفع الحجر الصحي سمح لجميع القطاعات باش تشتغل إلا قطاع الحانات والملاهي الليلية. وهاد الناس شنو ما فكرناش فيهم كيفاش غادي يعيشوا، العمال ديالهم، الأبناء ديالهم، ديال المدرسة، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. على ذكر كاين واحد المسألة أخرى، هي بغض النظر على القطاع التجاري والرواج التجاري، هي المسألة الاجتماعية تاع الناس اللي خدامين في هذا القطاع، التجارة الداخلية، يعني كيفاش تم تدبير هذه الأزمة هذه؟ لم يتم أي تدبير في هذه الأزمة. هاد الناس دينا عليهم وقلنا لهم ما تشتغلوش وخليناهم. ما كانش اتصال مع الحكومة ولا القطاع الداخلي ولا في الوزارة. أين يا أخي من راسلو؟ راسلنا السيد رئيس الحكومة، راسلنا وزير التجارة، راسلنا وزير الداخلية، راسلنا السيد الوالي على جهة الدار البيضاء الصداد، راسلنا عمالة أنفا، ولا من مجيب إلا واحد اللي جاوبنا وتعذر عليه جلس معنا لأنه جا شي سفر الإدارة ديالو في الرباط، هو العميل ديال أنفا، وجلسنا مع الكاتب العام ومع رئيس الشؤون العامة وبلغنا له هاد المشاكل اللي كيعيشها هاد القطاع. سي سعيد فهري، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، الى اللقاء في حلقه مقبله ان شاء الله.